كالعاده هنبدا اخبارنا يا سهام ان شاء الله نبدا اخبارنا ان شاء الله على طول بالنادي الاهلي. بالنادي الاهلي واستعدادات النادي الاهلي. وزي ما احنا طبعا عارفين انه خلاص الفريق حصل النهارده على راحه، بيستأنف تدريباته بكره ان شاء الله عشان يستعد لمباراه انبي يوم الاحد اللي جاي. فايلر فضل منح اللعيبه راحه سريعه قبل ما يدخلوا في الاستعدادات النهائيه لخوض اول مباراه رسميه بعد فتره طويله. وان شاء الله لعيبه الاهلي طبعا والجهاز الفني كلهم هيخضعوا لمسحه طبيه يوم الجمعه الظهر بعد المران الصباحي. صحيح، خلينا نقول كده. وده طبعا ضمن بروتوكول اللي اعلنت عنه وزاره الشباب والرياضه، واللي بيؤكد دائما انه اجراء مسحه طبيه لفرق الدوري مهمة جدا قبل ما تبدأ المباريات الرسمية. طبعا قبل 48 ساعة من إقامة المباريات كل الفرق بتعمل المسحة علشان نطمن. يعني كنا الراحة النهاردة كانت مهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. احنا عارفين طبعا الفترة الأخيرة كان في تدريبات على مستوى بدني عالي جدا، فايلر قال انه يكتفي بمباريتين اتنين بس في الدوري. فطبعا النهاردة في استشفى بمعنى صاحب لغة الكورة، النهاردة في راحة، وكان حريص جدا فايلر انه يكون في استشفى على مستوى عالي جدا. ده نوع من انواع يعني الريكفري للعيب علشان ان شاء الله دخليل على ارتباطات كتيره جدا، ارتباط رسميه على مستوى المحلي بالنسبه للدوري ان شاء الله يوم الاحد الانطلاقه امام انبي، بعدها في مباريات على اعلى مستوى كمان في البطوله الافريقيه وان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. فعايزين نقول ان النهارده راحه باذن الله، ويبدا العمل على قدم وساق زي ما بنقول استعدادا للمستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. بكره ان شاء الله يبدا التدريب استعدادا لمباراه انبي، اول مباراه لانطلاقه النادي الاهلي. وزي ما انت قلت انه يمكن حتى عوده الدوري مره تانية يا جماعه ده بس مش مهم من الناحيه الاقتصاديه وانه فاتح رزق ناس كتير وبيوت ناس كتير، لا، حتى من الناحيه البدنيه او الفنيه. يعني ده بيخلي ان شاء الله لاعبتنا واقفين على رجلها، داخلين على بطوله مهمه جدا مع الوداد المغربي ان شاء الله، فده بيخليهم في حاله استعداد قويه جدا.